السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقه وحياة. هذا الأسبوع إن شاء الله راح نتحدث في البداية عن الموضوع المختار للحلقة، وبعدها إن شاء الله بتسع دقائق نتحول إلى اتصالات حضراتكم وطرح أسئلتكم إن شاء الله. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم. سيدنا الكريم، تردنا بعض الأسئلة ومنها سؤال اليوم على بريد البرنامج، أن وحتى على يعني أرقامنا أيضا، أن الأب أو الأم يوصلون إلى مرحلة من العمر عند بعض العوائل الأبناء يصيرون يتقاذفونهم كما يتقاذفون الكرة، فهذا يقول للأخو خليه عندك لأنه صار لفترة عندي، وهذا يقول للأخت خليه عندي. طبعا أكو بالمقابل عوائل بالعكس يتسابقون حتى يبرون آبائهم وأمهاتهم. فأقترح على جنابكم أن تكون هذه الدقائق في الحديث عن هذا الموضوع لطفا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الآيات التي ذكرت قضية البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين، هناك آية ذكرت أن لا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نعم، وقل لهما قولا كريما. هذا لا تقل لهما أف، لو نراجع القرآن الكريم متى نهى الله الأولاد أن يقول أن يقولوا لوالديهم أف؟ متى؟ ما تجد الآيات تتحدث على أنه لو والدك عمره 30 سنة وهو يشتغل وهو يكيد هو يجاهد هو على حال يتحمل مسؤولية، هناك ما يقول لا تقول له أف. ليش؟ يعني هو الوالد قائم بالأمر أصلاً، ما يحتاجك ولا يحتاج غيرك، هو رجال قائم بمسؤولية البيت. بس لما يكبر الوالد وتهد أركانه وتضعف قواه، يريد لمي ما يقدر يجيبه، يريد يمشي ما يقدر على حال يقضي أمره، يحتاج من يعينه، من يطعمه، من على حال ينظفه. هنا تأتي الآية الكريمة على أنه إذا بلغ أحدهما أو كلاهما عندك الكبر، عندك الكبر فلا تقل لهما أف. أرجوكم إخواني مشاهدين الكرام، هذه التفتوا إليها. متى رب العالمين قال لا تقول له أف؟ أفهم لا تقول. طبعا بعض المفسرين يقولون لو كانت هناك تعبير، لو كان هناك تعبير يبين الامتعاض، يبين الانزعاج أقل من كلمة أف لذكرها القرآن، بس ماكو كلمة وماكو تعبير أقل من كلمة أف. أف يعني شنو؟ هاي شكل حسب تعبيرنا تطلع تنهيدة تذمر الهواء من داخلك ب هاي كأنما منزعج. هذه الحالة لسويها متى ما أبوك بلغ عندك الكبر، متى ما قال بابا أريد دكتور، متى ما قال أريد حفاظة، متى ما قال أريد أن واحد يسبحني، متى ما كذا، هناك دير بالك، لأن الامتحان هنا. الامتحان مو يوم اللي أبوي شاب، مو اللي يوم أبوي هو يكد ويجتهد ويزرع ويتاجر ويسافر، ذاك أنت تحتاج والدك، أنت تركض وراه، أنت تستعين به، وأنت اللي عايش تحت شنو حمايته. رب العالمين هناك ما يتكلم معاك، يقول لي بابا دير بالك، إحسان الوالدين احترام احترام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم. ولكن لما توصل القضية إلى عجز الوالدين أو عجز الوالد أحدهما أو كلاهما
عجز الوالد أو الوالدين عن أداء مسؤولياتهم أو أداء حاجاتهم الخاصة، حاجاتهم الخاصة ما يقدر يأكل، ما يقدر يسافر، ما يقدر على حال يروح الطبيب، أنت تحمل. لما يقول لك تتحمل، زين يا ربي أنا أتحمل سنة سنتين ثلاثة أربعة، يا رب أنت قلت تحمل بس يا ربي صار هواية وهذا طايح على قلبي حسب تعبيرنا، هناك يجيك الخطاب القرآني أنه على أي حال حملتك أمك وهنا على وهن، وكدت وشالتك وحملتك وتعبت عليك وسهرت عليك، ذاك ليش أنت تنسى سنين سنين هم رعاك وأنت طفل تحبو، والآن هالسنين اللي على أي حال عجزة ضعفة تمتعب لا تمتعب، فإنه اختبار فإنه امتحان. أنا أقولها بصراحة، أقولها بصراحة، أولا لأن أنا شايف بحياتي، ثانيا مو بس شايف وإنما مجرب في يعني خاصتي وأقربائي أن بعض الكبار السن أعزاء، أعزاء عند أولادهم وبناتهم وكذا، وواحد حسب تعبيركم واحد يسابق مع الآخر أن يجيب أم يمي يما أنا بخدمتك أنا بكذا، ويزورها ويصرف عليها ويجعل لها ما أدري خدامة ومضمدة وما أدري مشرفة، كل هذا صحيح، ولكن سنة سنتين ثلاثة عشر سنين شوفه يتعب. أول كان يسابق على خدمة والدته والآن يقول إلا متى، أنا أخو عندي شغل، زوجتي تعبت، ما أدري إيش، يبدأ أول الشيطان. نعم. ثانيا لأنه الزمن شوية طول فيبدأ ماذا، يبدأ حالة من الوسوسة، أهله أولاده أطفاله على أي حال شيطانه، أنه شنو مو بس أنا، عندي أربع أخوة، عندي ثلاث ماذا أخوات، هن اللي خيتحملن، يبدأ الشيطان كذا. هنا معترك. هذا هو المعترك اللي شلون إنسان يطلع من هذا حسب تعبير امتحان. نعم. ناجحا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. امتحان. نعم. بعدين يجي يتكلم مع الأبناء أنه تعاملوا مع أولاد مع آبائكم كما كنتم تحبون أن يتعاملوا مع كما تحبون أن يتعامل معكم أبنائكم. وأي كلمة حلوة لعلي صلوات الله وسلامه أمير المؤمنين، يقول كما تدين تدان، شلون أنت تمشي ويا جيرانك سيمشى معك، شلون تمشي مع أهلك سيمشى معك، شلون تتعامل مع والدينك سيتعامل معك، وهكذا. فالإنسان لابد أن يكون أمام هذا الشيء على أنه أنا الدنيا حسب تعبيرنا دوارة، ويوم الأيام حسب تعبير الله يحفظ المرجع كان يقول أنه الدنيا مثل الفلك، هذا الفلك شوفه يصعد بس بعدين شوية ينزل بعدين شوية أنه يقف، فلا بد الإنسان أنه يوم الرخاء يفكر يوم الشدة، يوم الشدة يفكر إلى يوم الرخاء، يوم اللي هو قوي يفكر عن يوم الضعف، فلا بد أن أتعامل مع الآخرين بطريقة أحب أن يتعامل معي. وهذه رسالة لكل الأولاد ولكل البنات، ترى آباءكم أمهاتكم ضيوف عليكم، ضيوف. نعم الضيف قد يكون سنة وسنتين وقد يكون عشرين سنة، بس في النهاية يغادرك، يغادر. أحسنتم. ولكن أقول كلمة مهمة لبعض الناس، أنه إخواني الكرام شوفوا رب العالمين إيش قد رحيم وإيش قد حكيم في أنه أمور التي نحن لا نعرف مصالحها، لا نعرف مفاسدها، رب العالمين يقسم لنا، ولا بد احنا نتوكل على رب العالمين. فلذلك لا تتفكر يعني لا تدعو الله ان يطيل اعماركم، هذه اللهم طول عمرك، ليش اطول عمرك حتى شنو؟ انا شخصيا اقولها بصراحه، لا تدعوا لي بتطويل العمر. ليش؟ لان اذا الله يطول عمري وانا عاجز واحتاج ابني واحتاج حفيدي واحتاج جنتي، الله لا يبقيني ذاك اليوم، ليه؟ لأنه ذلة، جاء
أشوف أنا ذلة. نعم ادعو هذا الدعاء، الله يطول عمرك في خير وعافية، في خير وعافية، الله ينطيني عمر في خير وعافية. أحسنتم سيد. السيد الله يرحمه السيد محمد مهدي الخرسان رحمه الله، محقق كبير، البارحة أو الأمس توفى 98 سنة عمره، 98 سنة عمره، قدم وأعطى وترك تراث جيد، عمر مبارك ولكن في خير وعافية، لأنه أنذل تحت إيد أولادي وبناتي وأحفادي. فذلك دائما أطلبون الله أن يا ربي طول أعمارنا، ولكن بهالقيدين، شنو القيد الأول؟ وعافية. أحسنتم في خير. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا على هذه الإيضاحات المهمة. نأخذ أول الاتصالات من الأخ علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقولك سيدنا. تفضل. حياكم الله، بارك الله بكم. أنا عمرك ما طلعت سنة. نعم. مستوني على الدنيا والحياة على الحلال والحرام. نعم. بس ما عرفت بعض الأشياء، عرفت إنه بين ما بين الله سبحانه وتعالى الطبيعة، بس بشرط توبة نصوحة. نعم. إن إذا حطيت فينا ما يخلي هم الحق حبيب الله يعني يغفرني. واضح كلامه؟ يعني بالمناسبة صوتك مو كلش واضح، أنا اللي فهمته لحد الآن أنه تقول هذه الفترة اللي بيني وبين الله إذا أكو توبة نصوحة يغفر لي إياها، ولكن اللي بيني وبين العباد، هيك كان سؤالك؟ إي صحيح. إي. أنا أقول لك أنا ماخذ حقوق، أنا بلد ماخذ حقوق. أتذكر اشتريت يعني فد شيء ما نطي حقي، بس أنا ما عندي الفلوس اللي وديتها للوالد، أقول من الله رزقني ولا أطيبها. واضح. صحيح. واحد ثلاثة ما تقول حتى يعني ليش حتى لو نسوت شيء عظيم. عمرك 18 سنة وش تحس؟ زين، كم شخص أنت تتوقع إنه أنت صار بينك وبين هذه الحقوق؟ يعني هواي هواي مو كل شيء يعني هيك 7 طلاق 10 10. واضح واضح، إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، والله يوفقك ونسألك الدعاء. تحياتنا إليك. تفضلوا سيدنا الإجابة على الأخ علي. أنا يسرني يعني إنصافا وأفرح من أشوف شاب سن المراهقة 18 سنة عمره في هذا الزمن، زمن الانحلال، زمن السقوط الأخلاقي، زمن عدم الاعتناء بأمر الله، يتصل شاب على البرنامج أنه سيدنا أنا أريد أتوب توبة نصوحة، ولكن أكو هناك حقوق الناس في ذمتي. اسم الكريم أخ علي. شوف حبيبي علي، إحنا أمام حقين مهمين، حق الله وحق الناس. حق الله صلاتي صومي على حال غيب، تجاوزي معصيتي فعل المنكرات بيني وبين الله، بيني وبين الله أتوب إلى الله، يا ربي أنا شربت المنكر أعتذر وأستغفرك، ربي أنا تركت الصلاة أرجع لك وأصلي وأقضي. هذه بينك ما بين الله، يمكن أن الإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، ولكن فيما يرتبط بحقوق الناس، حقوق الناس لا بد للناس ماذا من دور، أن تروح لهم يا ببرو لي الذمة، أنا آسف إذا صار كذا، أبرو لي الذمة، طلب براءة الذمة جيد ممتاز، تقول ما عندي فلوس أنا ما أخذ من عندهم ما عندي، جيد، حاول أن تقترض وتروح تعطيهم حتى يبقى هذا القرض في ذمتك وتحاول عليه، مو أنه شوكل من الله أنطاني، هذا ترى تسويف، تسويف الشيطان. الله يبارك فيك وترجع إلى إرضاء الناس وإبراء ذمتك بأي طريقة ممكن. يقول أحس صلاتي ما مقبولة كلام. لا إن شاء الله على أحس صلاتك تنقبل، ولكن قلت فكر في حقوق الناس واتبار الذمة، روح قول لفلان يابا ابري لي الذمة. نعم. إنسان خطاء وكذا قد يبري لك الذمة بدون أن عليه حال تدفع شيء. أحسنتم سيدنا. أم علي تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي تفضلي. أنا ذاك أسبوع خبرت على مود السيد. نعم. وأنا صادر في الأونزة وتوني جاي من الزيارة هاي. نعم. على مود الصلاة ما صليت الظهر هناك باليونان. جاوبش السيد أختي، جاوبش السيد. أدري فين جاوبني السيد. ايه؟ سمحت السيد دام الله ما فهمني. زين تفضلي فهمني. تفضلي. انا مني رحت من طلعت من البيت اللي ماجرين بيه. نعم. بدلت يعني يوميا روحا بدلت مجلس 6 ايام ضليت هناك بدلت السؤال. نعم. السؤال ام علي، السؤال شنو؟ كلش
ها السؤال شنو؟ رحت للامام، لقيت الامام على بانتي، انا على بانتي ما خلوني ندخل، قال لي روح كل سرت على اساس ادخل بيها، وهناك صلى جوا بيها وما يطني الكراسي النسوان الى جهدين. السؤال يا ام علي، السؤال بالضبط، نعم تفضلي. اي صلى منين صليت؟ يقول السيد لازم شروط، وهاي انا شروط متوضيه وطالعه ومكمله. فالسؤال على الامام الحسين. زين، المشكله شنو؟ أي. من صليت برا، صلينا وين شارع السدره من هاي الباب مال السلام. المشكله وين ام علي؟ باختصار الله يطيش العافيه ان شاء الله. اي اختصار اللي صلاه صلنا الايرانيات وصلنا اللبنانيات، واحنا النسوان كل احنا نساء وصلينا بالباب. نعم. انا بندخل ما اقدر ادخل هناك على الصبات. زين ظلوا ويانا، ظلوا ويانا على الخط ام علي، ظلوا ويانا على الخط. الاخوان بالكنترول ظلوا ويانا على الخط، الاخوان بالكنترول اخذوا السؤال من ام علي لطفا وكتبوا لي اياه وحشوا لي اياه بالايربيس حتى اطرحه على سماحه السيد، يعني حتى استثمارا لوقت البرنامج. الغيبه والاستغفار سيدنا شيء يشبه سؤال الاخ علي. بعض الناس يقول انا استغيب الاخرين، واصل مرحله انا يعني اخطات بس ما عندي القدره على ان اروح اتبارد ذم وياهم، اقع في حرج شديد، فهل يكفي ان استغفر لهم؟ شوفوا الغيبه والنميمه وظلم الاخرين لابد من طلب البراءة الذمة. نعم. يابا أنا اختبتك، أنا كلمت عليك، سقطتك قدام الناس، اتهمتك، هواي هم الصير يعني. نعم. شخصيا هواي ناس يجوا سيدي برين الذمة، وإحنا حكينا عليك وسقطناك واتهمناك وعلي حال. إحنا في واقع الحال هذا يرجع إلي أنا، أقول إن شاء الله الله يغفر لك ويغفر لي وانتهم ادعي لي. فيمكن إنسان اعتبار الذمة مع الطرف الآخر. واحد يقول سيدنا أكو أشخاص ما يقبلون، حاجة علي وكذا وتعال أو أنحرج إذا أحد قلت له يعني. هنا في واقع الحال لابد أن نبذل وسعنا حسب تعبير فقهاء، بذل وسعك على أن تبرئ ذمتك. شلون؟ بأي طريقة ممكنة، سواء كان بمناسبة غير عفوا ليالي القدر بنيري ذمتنا كذا بيننا وبين كذا، أو يوم عيد نتبارك بعدين نقول ابري ذمتنا، نبرئ ذمه بعض معنا. يوم عيد الغدير اخيتك على انه حقوق التي في ذمتي اسقطها. هذه المناسبات وهي لابراء ذمه بعضنا البعض جيده، تعالوا نستغلها في شنو؟ تصفيه حساباتنا. نعم. واضح حبيبي؟ نعم. اذا تقول لا ما اقدر اصلا سيدنا، هذا نوع من اشخاص اللي اذا اقول له سوي لي مشكله. نعم. نعم استغفر له، استغفر له. أحسنتم سيدنا. بخصوص موضوع الحلقة سيد، كان سؤال وردنا، بس قبل لا نأخذ السؤال خلينا نجاوب على هذا الاتصال. تفضلوا. اتصال من حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. سمحت السيد، هناك رابط تطبيقات في مواقع التواصل مثل التيك توك، بها يصير نظام لعب جولات، وخلال الجولات يتم منح هدايا، هاي الهدايا تتحول عن طريق إلى فلوس يسحبها الشخص ويستفيد منها، وكل واحد مستفيد من هاي الأمور. شنو شرعية هاي الفلوس اللي نحصل بها كهدية تدعم من قبل شخص الآخر؟ الأمر الآخر، البعد الآخر، أغلب المشاهير في هذه المواقع جمهورهم من المراهقين اللي هم دون 18، هذول شنو المفروض يقدمون الرسالة حتى ينرجون ويوعون هؤلاء المراهقين؟ يعني تعرف دولة ممكن يتأثرون بهذول المشاهير أكثر ما يتأثرون بأهلهم نفسهم. شكرا جزيلا. بس قبل لا تروح يا حسين، بس حتى أكون دقيق بطرح السؤال، هذه الفلوس تجي من نفس الناس اللي يتابعوهم صح؟ عزيزي يتبرعون تيك توك يفتح لايف ويلعب جولات، خلال الجولات يدخلون أشخاص داعمين فيقدمون هدايا. نعم. هذه الهدايا عبارة عن نقاط. نعم 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 الآن فهمتك. أول إلى رصيد. شكرا أخي حسين، بالتوفيق إن شاء الله وتحياتي لحضرتك. سيدنا يصعدون شخصين على الإنترنت، فواحد يتحدث ثاني ألعاب يعني، اتحداك ما عرفت ذب ما يبارد عليك، ما ادري ايش تسوي، هاي الاشياء. والناس اللي يشوفوهم يدعموهم بفلوس، مثل بدل ما يعلق له مثلا يدعمه بفلوس، يعطي دولار 50 دولار 100 دولار. فالاخ يسال بالبدايه عن شرعيه هاي الفلوس. اولا هذه في واقع الحال مثل المراهنات. المراهنات والله انا هذا الفرس هو اللي راح يغلب، ذاك الفرس راح يغلب، فهاي الفروسيه يعطي رهان أنه أنا 100,000 دينار على أن الفرس الأبيض هو اللي راح يطلع، ذاك يقول الفرس الأخضر أو العفو الأحمر. هذه في واقع الحال في إشكال. يعني إذا كان مراهنة. بلا إشكال، هذه مراهنة. نعم. هذه يقول له يا أبي إذا تحمل يدخل في الثلج مثلا يبقى 5 دقائق أنا أنطيك كذا، وذاك هذه فيه إشكال.
ومن ناحية يعني سماحة الأعلام يقول أنه نحن لا نرخص في هكذا أمور. نعم. أولا لأنها فيها جنبة حسب تعبيرنا جنبة مراهنة وجنبة أموال على التعيين، يعني حسب تعبيرنا مثل القمار، هذا واحد. اثنين، لم أقل قمارا، كالقمار يعني. اثنين، أن هذه في واقع الحال حالة من العبث واللهو الذي نهى عنه الشارع. وأنا يأسفني شباب مئات أو آلاف يدخلون على قضايا تافهة، قضايا ما لها معنى، قضايا على حال أنا أضرب ذاك كف، إيش قد يتحمل الكف مالتي وهذا يضربني كف، شايفين أنتم؟ نعم. أو أضربه بالعودة على ظهره. هذه ليست من شأن المتدين، ليست من شأن الإنسان الرسالي صاحب مبدأ وصاحب أخلاق أن يصرف أمواله ووقته في قضايا تافهة ليس لها أي حسب تعبيرنا أي مردود إيجابي لحياته الدنيوية أو الأخروية. فالأخ يقول شنو رسالتكم؟ رسالة يا حبيبي، يلعب الإنسان ما في إشكال، الأخ يلعب، بس حاول أن يكون اللعب فيه نوع من الهدفية، نوع من حسب تعبيرنا الإيجابية. أسوي لعبة ولكن لعبة شوي تفتح الذهن، لعبة مثلا تركز الإنسان، تنمي طاقة، أو طاقة يعني طاقة ذهنية معينة، أو أنه تزرع فيه المودة والمحبة والعاطفة، كل شيء ضمن هدف هذا يجعله خارج عن اللهو. اللهو واللعب منهيان، ولذلك بعض الإعلام يقول أنه السفر اللهوي، سفر اللهوي سفر معصية. فعلى حال سان يكون يدير باله شو. عباس، يا أنا تفضل يا عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوكم شكرا. حياك الله أخي. سيد ماجورين. وعليكم السلام، حياكم الله. أجمعين إن شاء الله. تفضل عباس. سيدنا بدون له سؤال الله يرحمه وديه. تفضل. سيدنا أنا كنت بطفولتي ما صايم. نعم. لما وصلت 17 يلا صمت. نعم. بهالحال كلش قد مطلوب أنا سيدنا. أنت أي سنة بلغت بلوغ الشرعي؟ والله سيد أنا مواليد 90، ما أعرف يعني أصور 2004 2005. لا يقصد إيش قد عمرك صح سيدنا؟ لا 2004 2000 كذا، يعني 14 سنة أو 13 سنة بلغت بلوغ شرعي. 14 جيد جيد. وبعمر 17 إن شاء الله التزمت بالصيام. نعم التزمت بالصيام. واضح واضح. إن شاء الله تسمع الجواب، وتحياتي لك أخي الكريم، شكرا جزيلا. علي تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مولانا عندي تعقيب بسيط على المتصل حسين قبل هذا الاتصال. نعم. سيدنا يمكن أنت فهمت السؤال عفوا خطأ، يعني التحديات اللي تصير بالتيك توك هي مو مراهنة، مو مثلا إذا فلان صار أنا أدفع هالقد. الموضوع أنه هم اثنين يصعدون يعني بالبث المباشر ويجون أشخاص يدفعون فلوس حتى فلان يفوز، يعني الطرف الاول يفوز او الطرف الثاني. شلون ما مراهنين ابدا، يعني يا هو اللي حصل فلوس اكثر بالضبط، يا اللي حصل فلوس اكثر هو يفوز. هاي الفلوس وين حتروح؟ جزء منها حتروح لشركه تيك توك، وجزء منها الصاعد تلبس هو حيستفاد منها. هاي الفلوس حلال حرام هاي طيب. النقطه اللي ايضا موجوده بالسؤال مال الاخ حسين، انا طبعا يعني استمع وحبيت اعقد. تفضل. هذول المراهقين يعني هو قال الاخ حسين قال انه هم يتاثروا المشاهير اكثر ما يتاثرون باهلهم يمكن. شنو رسالتكم لهم؟ يعني شكرا لك أخي علي وبارك الله بيك، شكرا على التركيز على هذه المواضيع المهمة، تحياتي لك. تفضل سيدنا. يعني على الأخ علي، على الأخ علي، يعني في حال أنه أخ علي يعني الآن صارت قضية أخرى. نعم. وهي أنه إحنا ندعم مرشحنا بالفلوس حتى كل ما زادت فلوسه فهو متقدم، مو شو لا. نعم. فأنا أدعم ذاك يدعم، هذا لا إشكال فيه، أنا أريد أن هذا أفوز بمن؟ بالدعم المالي، بالدعم، هذا ما في إشكال. يعني أنا مو مراهنات، لا ليست مراهنة. أما أنه أي واحد يفوز أنا أنطي ذاك فيه مراهنة وإشكال. أما أنا أدعم هذا حتى أفوزه، أنا أفوزه، شنو أفوزه؟ بالدعم المالي، هذا لا إشكال فيه بحد ذاته. نعم. بحد ذاته لا إشكال فيه، ولكن تجي الرسالة الدينية، الرسالة الإسلامية، أنه هل من الصحيح الإنسان على قضايا تافهة، على ضرب أو حركة أو لعبة أو ما إلى ذلك، أنا أجي أدفع أموال وأدفع يعني أصرف وقت وطاقات على أساس أنه شنو؟ والله فلان إذا فوز ثم ماذا؟ هاي ثم ماذا
أرجوكم شبابنا بناتنا أحبائنا هاي ثم ماذا دائما خلوها في بالكم. ثم ماذا أدفع فلوس؟ ثم ماذا أتابع الفيلم الفلاني؟ ثم ماذا أصادق فلان؟ ثم ماذا أدخل فلان مشروع؟ ثم ماذا هاي ثم ماذا الله شاهد، الله شاهد أقولها بصراحة، هاي ثم ماذا إذا إحنا مشيناها بحياتنا هواية راح تساعدنا في أن نتوقف عن الغلط، نتوقف عن العبث حسب تعبير المصطلح الحالي. فرامل كثير راح يصير بحياتي، راح أوقف، راح مجساتي تصير قوية على أنه هذا غلط لو لا. ثم ماذا؟ رجاء شبابنا هذا الأمر اجعلوه في بالكم وشعاركم. نحن رساليون، نحن مؤمنون، لا بد أن تكون حياتنا هادفة، وكل شيء اللي ندخل فيه نسأل ثم ماذا. هذا أنا أعتقد جرس إنذار لكل إنسان اللي يغفل لا سمح الله. أحسنتم سيد الأخ عباس، سأل يعني بدأ بالصيام بعمر 17 سنة، وسألت حضرتك عن عمر البلوغ قال عمري كان 14 سنة، فما عليه؟ 14 15 16 17 أربع رمضانات فاتت. هو 17 يقول بلشت أصوم 17. 17 بلش. نعم. 14 15 16. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات يعني هو بعد يعرفنا. إذا إنسان في واقع الحال فاته صوم لا يعرف أربعة أو ثلاثة، خمسة أو أربعة، خذ بالأقل، خذ بالأقل، بالأقل واقضي ما فاتك ما دام أنت الآن صاحي والحمد لله. أمامنا شتاء، راح يجي الشتاء الحمد لله، ونهار قصير وليلة طويل وماكو عطش زايد وكذا، فتعالوا اقضوا ما عليكم في فصل الشتاء فإنه ربيع الصائمين، ربيع الصائمين. فاقضي ما فات يا أخي الكريم، واعطي كفارة عن كل يوم 60 مسكين، أطعام 60 مسكين. ليش؟ إن ما كنت ملتزم، يعني كنت تقدر بس ما كنت الصوم. نعم سيدة، مو ما كنت بالوعي. ما كنت بلي ما كنت أدري أكو كفارة، مو مهم تدري لو ما تدري، المهم كنت تدري أن الصوم واجب، والصوم الواجب كان يجب عليك أداء. أحسنتم سيدنا. السلام عليكم شيخنا، أنا عندي والدتي مرة كبيرة جبتها سكرتها كم يوم يمي، بعدها زوجي ما قبل أبقيها عندي، فهل علي حكم شرعي وإحنا بس بنات وما عندنا أخوة؟ إيه هذه مشكلة عويصة إنصافا. بعض الأخوات الله يحفظهن يقولنا أنه سيد إحنا في بيت أزواجنا، بيت الأزواج مو بيتي، يعني بيت زوجي هو اللي ينفق هو اللي يصرف، وأنا جايبة أمي يمي، فهنا شلون؟ طبيعي أن المرأة هي أضعف من الرجل، الرجل هو صاحب بيت، أنا أصرف وأنا أكد وأنا أجتهد وكدي وفلوسي على والدتي، ما حد يقدر يتكلم. بس هذا النسيب حسب تعبيرنا يعني زوجها يقول يابا أنا جاء أصرف عليك وعلى الجهال، هاي أمك أنا أخوه مو مسؤول عنها وما أخذ حيز من اهتماماتنا. فيمكن يمكن لزوج المرأة أن يمتعض أن كذا، هذه من ناحية الاجتماعية، من ناحية القانونية، من ناحية الشرعية، يقول على حال هذا يقول أخو أنا زوجت أخوه مو أنه أتحمل. هي ما عليها سيدنا، هي ليس عليها شيء، مسكينة ليست عليها شيء. ولكن رسالتنا احنا، نحن في القضايا الفقهيه اكو رساله. أحسنتم. اخلاقيه اجتماعيه. أحسنتم. رسالتنا امير المؤمنين يقول للامام الحسن صلوات الله عليه، يا بني احبب لاخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. شو تحب ان واحد يتصرف مع امك؟ تصرف مع ام زوجتك. شنو اللي تكرهه أن واحد يتصرف مع أمك؟ اكرهه مع التصرف معه. فأنت اجعل نفسك أن هذه أمك، لو كانت أمك شو تحب أنه زوجتك شلون تتعامل؟ والله أحب أنه زوجتي تساعدها كما تحب أنه زوجتك تساعد والدتك، فأنت ساعد زوجتك في والدتها. هذه هواية معادلة جميلة، أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. أحسنتم سيدنا. مستمرين باستقبال المشاركات إخواني الكرام أخواتي الكريمات، ولا يزال وقت البرنامج مستمرا، وعندنا الآن اتصال من أو رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة السيد. السيد. السلام. سيدنا المبارك، هل يزي في الاستغفار تقول فقط أستغفر الله؟ جزاكم الله خير الجزاء. شكرا جزيلا أخي الكريم، تفضلوا سيدنا.
في واقع الحال الاستغفار كما ورد في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو تقول أستغفر الله ربي من كل جرمي وذنبي وعلي حال وبلي، أستغفر الله من كل جرمي وذنبي ومعصيتي وما إلى ذلك. هذه نصوص وردت، ولكن المشهور على ما ورد في كتب الأعمال أو كتب الأدعية أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله وأسأله التوبة. هاي مصطلحات ثلاثة وردت في روايات. أستغفر الله وحده، أستغفر الله وحده حسب تعبيرنا مبتورة. أستغفر الله بس توب إليه وأتوب إليه، تطلب التوبة وتبرز التوبة. أحسنتم سيدنا الكريم. نأخذ مشاركة أخرى، تفضلوا. السلام عليكم، شلونك؟ ان شاء الله بخير. السلام. سيدنا عفوا، بس اعرف كفاره اليمين ايش قد، رحم الله بديك. يعني انا قسمت على شغل انه ما اسوي هالشخص، وبصراحه وانا فتره يعني اثر علي، ويعني رجعت اسويها اليه، يعني هي كمساعده اليه، وهذا الشخص يعني قريب علي، بس للتعرف يعني أقدر أدفع كفارة يمين، وشون أدفعها، وشنو قيمتها مادياً، أو شنو قيمتها بالضبط؟ سيدنا، قبل الحديث عن قيمة الكفارة، بلي، كفارة اليمين، نعم، الأخ أصلاً أقسم على عدم مساعدة أحد الناس المقربين إليه، هذا يمشي القسم؟ يعني يجب أن يبره، لو يجوز أن يحنثه؟ أولاً في واقع الحال القسم بماذا؟ نعم، وحتى احنا نبين شنو القسم الشرعي. احسنت. والعباس صلوات الله على العباس، والحسين، والقران، هذه مو الكعبة، هذه ليست ايمان فقهيه شرعيه، انما هي ايمان في واقع الحال دينيه عرفيه. انت تقسم والكعبه جيد، او تقسم مثلا مولانا الاجل وداعتك، أو والحسين، أو عليه حال وخالق السماوات والأرض، هذه قسم ويمين، ولكن ليست يمين شرعية. اليمين الشرعية والله، بالله، تالله، واحد من هذه الثلاثة، هذه أحسنت، هذه هي اليمين الشرعية. فهو أي ناس يقول سيدنا والله أنا قلت والعباس بعد ما أشرب جقارة وشربت، هاي شلون؟ نقول له استغفر الله وليس عليك كفارة، بس دير بالك من العباس. اي هذا بحث اخر، بحث اجتماعي اخر، وياي. نعم، فالجنة استهانة بمقام شخص ولي أولياء الله، يعني ليس صحيح. نعم، الانسان يستهين باولياء الله. الامر اللي الاخ يسال عنه انه انا شنو كفارتي، فجوابنا اذا كان يمينك بهذه الالفاظ والله ان ما اشرب سيجار. اولا سيدنا هو على شنو اقسم؟ هو اقسم ان لا يساعد احد المقربين له. نعم، يقول انا كنت متعود اساعده، فغثني بشيء فاقسمت بساعته انه بعد ما اساعده. هيك يمين، هكذا يمين لا تنعقد. فقهاء يقولوا اليمين التي تكون لامر مرجوح شرعا، مرجوح يعني الله ما يريده، مثل والله اضربك، يمينك ما تنعقد. ليش؟ ضرب على اساس ظلم هذا. والله اقاطعك، اليمين ما تنعقد. كأن كالنذر، النذر في أمور غير راجحة وغير مطلوبة شرعا ما تنعقد. لله علي أن أضرب فلان، النذر غير منعقد. فأولا متعلق اليمين لابد يكون أمر راجح وأمر مطلوب شرعا، أما أن تقاطعه وما تساعده وما إلى ذلك، هذه فيه إشكال على أن هكذا يمين أصلا تنعقد أو ما تنعقد. الآن إذا كان قسم بهذه الطريقة فقيمة الكفارة كفارة اليمين، إذا كان يمين شرعية كفارة إما إطعام 10 مساكين، أو إكساء 10 مساكين، نعم، كسوة. وإذا ما يقدر لا إطعام 10 مساكين ولا إكساء، يعني لا هذا قدر عليه ولا هذا، يصوم 3 أيام متتالية. نعم، 3 أيام، واحد يوم ثاني. بس أنا قبل ما تروحون إلى مسألة أخرى، في مسألة الاستغفار، نعم سيدنا، قلت أنه الاستغفار الإمام الصادق علمنا طريقة استغفار هواي جميلة ومجربة، هذه هم فرد شيء لا بأس أقولها. نعم، أيام طيبة من أيام شهر علي حال ربيع الأول. هذا الاستغفار شباب
هذا الاستغفار 400 مرة باليوم. كم مرة؟ 400، يعني أربع سبح، 400 باليوم لمدة شهرين. صدقوني صدقوني سيفتح عليكم أبوابا لم تتصوروا. مش كنت عندك قضايا حاجات أمور نفسية مادية، رب العالمين راح يفتح عليك، راح تخابرني وتقولي سيدنا جزاك الله خير. رواية عن الإمام الصادق. الاستغفار هذا تكتبوه وسجلوه بكيفكم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. 400 مرة أعتقد يأخذ تقريبا فت ساعة، زين، لمدة شهرين راح تفتح عليك رب العالمين، يفتح عليك أبواب خير وبركة، رزق، أولاد صالحين إن شاء الله تعالى، وتربية طيبة ونفس سليمة إن شاء الله. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا جزيلا. عندنا مشاركة أخرى نأخذها، نأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام. مولاي عد استفتاء، أنا أخوي بدبي وحول له من عراق ويرجع لي دولار، وبنفس اللحظة هو يعني فرق إيش ربع ساعة يرجع لي أنا ويرجع لي أنا دولار وبين فائدة لي، هو رايح على مود الشغل هذا، لا تبادل تجارة ولا هاي ولا نجيب بضاعة منك، على مود تحويل يعني على مود الشغل، حرام حلال جائز غير جائز، ممكن التوضيح أنه. شكرا جزيلا الأخ الكريم، تفضل سيدنا. شاكر الأخ تساؤله وسؤال أيضا حسب تعبيرنا من الأمور الجديدة الآن. نعم. الدولة أخ أستاذ مرتضى، الدولة محددة على أنه الدولار 132 ألف كل 100 دولار. نعم. ولكن أعطت سيد رشيد تريد دولار؟ نعم أنا أريد دولار، أريد أشتري أشياء من تركيا، أشتري أشياء من إمارات، أشتري أشياء من ما أدري كذا. يقول نعطيك 10,000 دولار في حسابك، هاي في حالة تتسافر. بني نعم. 10,000 دولار أنت عندك شنو تشتري، ويكون هذا العمل إلكتروني، يعني مو تعطي دولار وتأخذ، إلكتروني، مساعدة للشعب، مساعدة للناس. يعني جتي مجاميع من للأسف يعني اللي يستغلون هذه النقاط، أصحاب صيرفة، أصحاب شركات، حوالي سووا، تعال مرتضى انطيني الكارت مالتك، انطيني بطاقتك، جمعوا فد 100 بطاقة، كل بطاقة يقدرون 10,000 دولار يخلون، يعني مليون دولار. وين يرسلون مرتضى؟ يرسلوا إلى الإمارات، روحوا قعد هناك. شو تسوي أنت باليوم؟ إلك حق تسحب، إلك حق تسحب باليوم 500 دولار باليوم. هو كم بطاقة عنده؟ 100. فباليوم إيش قاعد يسحب؟ إيش قاعد يسحب؟ 50,000 دولار باليوم. فشوف أنه هو بالأربع وعشرين ساعة يسحب مقدار من الريال الريال أو الدرهم، شو يسوي؟ يحوله بالسعر الشنو؟ بالسعر 150 155. فشوفه في الدفتر الواحد أو 10,000 دولار يربح 220 250 ألف، 250 ألف يربح. فهي دفاتر، فبدأوا في واقع الحرب يهربون أموال وترجع الأموال ولكن بسعر سوق سوداء. هذه بحد ذاتها مخالفة للنظام، نعم، ومؤثرة في الاقتصاد، ومضرة على النفع العام. سماحة السيد لا يجيز ولا يرخص ما كان مخالفا للنظام والمصلحة العامة. أحسنتم سيدنا الكريم، وهذه يعني نقطة ابتلاء وهواية من الناس سيدنا قاعد يعانون من هذه الأيام. للأسف يعني شوف شريحة جات جاي تضر كثير من الناس، حتى هاي الدولار السفر يابا جيب فيزا وجيب تذكرة نعطيك 3,000 أو 5,000، يروحون يأخذون جوازات من آخرين، يأخذ بس نسخة، وكله وهم، كله وهميات وكله هذا يضر، هذا يخلي البلد على حال ما يستقيم.
فإحنا أنا شخصيا أطلب من الدولة هذه القضايا شوية يشددون فيها. يعني شو يشددون؟ اللي يريد يسافر لا تطوف فلوسه الآن، الطوف هي آخر نقطة من المطار، يختم بعدين الطوف فلوسه، لأن هذا راح يحقق السفر الحقيقي، مو أنه أنا أجمع جوازات الناس. الدولة شوية خلي تصير حاذقة وعلى حال قوية في إجراءات تمنع المستغلين اللي جاي يضرون المجتمع. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت الكريمة أم علي اللي اتصلت قبل دقائق وما قدرنا نفهم سؤالها بشكل مختصر، الآن الأخوان بالكنترول فهموا السؤال. سيدنا في كربلاء صلت صلاة الصبح بيتها بالنجف، لما رجعت للنجف اكتشفت أنه الآن يلا أذن صلاة الأذان الصبح يعني، فما عليها باختصار شديد يعني صلت في كربلاء، صلت صلاة الصبح في كربلاء قبل الأذان، اجت للنجف اكتشفت أنه الأذان الآن أذن، صلاة ذيك باطلة. نعم، يعني صلاة قبل الوقت صلاة باطلة، فتكرر صلاتها بعد دخول الوقت، وإذا كان الشمس طالعة تصليها قضاء. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم بطرحه. شكرا. سهل الله أمركم، بارك الله. الله يحفظكم. الشكر أيضا موصول لكم إخوتي الكرام، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل، تقبلوا تحياتنا وتذكروا موعدنا على. شكرا، في رعاية الله.